بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. نصاوبوا اليوم غراتان ديال البطاطا بطريقه اخرى باللي موجود، ماشي ضروري كلشي يكون. تابعوا معايا. عندنا جوج حبات ديال البطاطا، عندنا حبه واحده ديال البصله مشنفه دوائر بهذه الطريقه، عندنا حبه ديال البيض، معلقه ديال الزبده، فليفله حلوه، شويه ديال الزبده، شويه ديال الكفته. الا ما كانتش كفته نديرو شويه الدجاج، الا ما كانتش الدجاج ما نديرو كاع بلاش، غير البصله والفلفله نشحروهم. عندنا الملحه، كاين الثومه، شويه الابزار، فرماجة، اي فرماج كان، موتزاريلا، فرماج حمار اللي كان، وكاس ديال الحليب. نعاود معكم الطريقه. جوج حبه ديال البطاطا تقريبا واحد كيلو لا روب، الفرماج، الابزار، الثوم، الملح، شويه الكفته الا ما كانش نديرو الدجاج، الا ما كانش نديرو كروفيت، الا ما كانش بلاش، شويه الفلفله الا عندك جميع الالوان ديرهم مزيان، حبه ديال البيض، ومعلقه ديال الزبده، وحبه واحده ديال البصله مشنفه. نبداو على بركه الله. غنبداو بالبطاطا هي الاولى. نقطعوها، البطاطا نقطعوها غليظه طروفات كبار حيت غادي نحتاجوها للحكان. هاد الطريقه الا كانت صغيره خليوها بلا ما تقسموها. دابا غنديروها تسلق، غنديروها في الطنجره تسلق. دابا غنديروا الملحه باش تجي بنينه، نغطيوها ونخليوها حتى طيب عاد نجمعها. دابا غادي نديروا البصله، نزيدو الفلفلة، غادي نشحرو هادشي مزيان، نزيدو الكفتة حيت مكون جوية باش تلقى راسها بهاد الطريقة. كلشي غيطيب، غير نهرسو غير نعرضو ماشي غير نطيبو. غنزيدو التومة جوج دروس، ونزيد الملح، نزيد الإبزار، نخلو الكل يتشحر، نرجع نعرف هالكفته كتشحر، هاهي قريبة توجد، وهالبطاطا تا هي قريبة توجد. دابا غادي ندهنو المول بالزبدة هكذا كلو هالطريقة. دابا غناخدو نصبو لاصوص ديال الحليب، عندنا كاس ديال الحليب، غنزيدو عليه بيضة، غنزيدو
حبه واحده، نديروا شويه الابزار، شويه الملح، صافي. غادي نخلطوهم نوجدو بما كلشي دابا واجد، غير تطيب البطاطا غنحكوها ونبداو نصفوها. صافي هادشي اللي كاين. ها الفرماج هو حكيناه، دابا غادي نزولو البطاطا. ها هي وجدات، نخلوها تبرد شويه. ملي تبرد نقدر دابا هاد الحشوه وجدات، الفرماج حكيناه، هاي البطاطا جبدناها تسلق تسلقات بما تبرد شويه، المول دهناه، وهنا هادي البيض والحليب اللي كنا باش نسقيوهم. دابا غادي نبداو نحكو البطاطا بهاد الطريقه، باقا سخونه هكذا. اللي عنده واحد لاباري راه زوينه كدور غير هكذا احسن. نكمل ورجع معكم. هيا دابا درنا، نديرو الفرشه الاولى، نسرحوها مزيان، كنقسمو البطاطا على جوج مرات لان عندي انا المول كبير، جات رقيقه شويه ماشي مشكل. دابا غادي نديرو الحشوه كلها، نسرحوها على البطاطا كاملة. هذا غراتا، لكن بزاف الأنواع ديال لي غراتا، المهم الإنسان تيخلط ويقاد باش ما كان. الخضرة كتمشى مع كل شيء. دابا غنديرو شوية الفرماج هكذا، غير شوية، وغادي نزيدو الحشوة الثانية، نزيدو نحكو البطاطا هكذا، دابا غنسرحو هاد البطاطا اللي حكينا، الطبقة الثانية. هي راه كتبغي بطاطا شويه على حسب القياس اللي درت انا اللي عندي، كتغطيها كلها بالبطاطا، كتخليش الحشوه تبان هكذا. نزيدو نديرو الفرماج اللي باقي عندنا، دابا غنجيبو هاد الخليط اللي وجدنا ديال البيضه، غادي نكبو عليها من الفوق كلشي الجوانب هكذا. صافي، بغيتي تلبدها لبدها، بغيتي تخليها هكا مشنفه خليها هكا مشنفه احسن. غندبا نديروها في الفران، ها هي وجدات. دابا نخرجوها، احنا سالينا، ها هي شتو كي خرجات فنة تتحمق. نجربوها دابا في التقطاع، نذوقو نشوفو كيفاش كي جات من الداخل. فوالا شوف كتشهي. هيا نذوقوها معاكم، شفت الخلاني ديالها كيجا،
كتجي حرشه من الفوق كتجي غزاله. نوريكم الدخلاني ديالها، الفرماج، الكفته، السمنه، بصحتكم هادي ليكم. وهادي ليا. سنودعكم في امان الله وحفظه. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم. كنحبكم تجربوا هاد لاغوسيط خفيفه وزوينه، وكتبوا لي في الكومنتير اش ما كاين. بحال العاده عندما كتعجبكم الحاجه وكتكتبوها لي تنزيد نشد، تزيدوا تشجعوني. خليت لكم الراحه، باي.